السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي، أتمنى أن تكونوا في صحة جيدة وأن تلقاكم هذه الحلقة عفوا في تمام الصحة والعافية. اليوم إن شاء الله كما هو موضح في العنوان تشفير رسائل الفيسبوك. طبعا ففيسبوك تأتي بميزة غبية أو خصيصة غبية إلى حد ما، أعتبرها شخصيا غبية، أنه الرسائل أو أي شيء نكتبه يتم الاحتفاظ به في الرسائل، عكس الدردشات الآنية مثل الهوت مايل أو على جيتار. طبعا في كل مرة يجب علينا أن نحذف هذه الرسائل، الأمر نوعا ما متعب، فليس كل مرة يجب علي أن أتحدث مع شخص معين أنا أقوم بحذف جميع الرسائل من على نافذة الدردشة. لهذا في حلقة اليوم سأريك خدعة وطريقة من خلالها ستؤمن محادثاتك مع أصدقائك. طبعا فلن تقوم باستخدام هذه الطريقة مع جميع الأصدقاء، وإنما فقط مع الأصدقاء الذين يمكن أن تشملهم محادثات نوعا ما ترغب أن تكون سرية. كيف ذلك؟ فطبعا سنقوم بتشفير رسائل الفيسبوك، وعندما أقول تشفير فيعني أن هذه الرسائل ستكون غير مقروءة من طرف الغير. فمثلا إذا ما قدر الله وتم اختراق حسابك على الفيسبوك وقام الهاكر بالدخول لقراءة الرسائل، سيجد فقط ترميزات. لماذا؟ لأنه لا يمتلك مفتاح فك تشفير تلك الرسائل. ومن هنا يعني طرحت كلمة معينة وهي فك تشفير. طبعا فك تشفير هذا يعني أننا سنفتح قناة تواصل داخل قناة تواصل الفيسبوك، يعني لدينا مثلا نافذة الدردشة وقناة التواصل خاصة بالفيسبوك هي هذه التي يمكن من خلالها إرسال رسائل، استقبال رسائل. في وسط هذه القناة سنقوم بخلق قناة أخرى تضم قناة الفيسبوك. هذه القناة هي مشفرة، أي جميع الرسائل التي سترسل الآن وسط القناة المشفرة التي بها قناة صغيرة، فأي رسالة ستذهب مشفرة، أي رسالة تستقبلها ستأتي مشفرة. وهنا يجب علينا أن يتفق الطرفان على مفتاح معين. طبعا لن ندخل في هذه التدقيقات في هذه التفاصيل، ولكن ما يجب أن تعلم أن الصديق يجب أن يتسجل في خدمة معينة للتشفير، وكذلك أنت تتسجل في خدمة معينة للتشفير في نفس الخدمة طبعا، ليس في خدمة أخرى، وهكذا تستطيعون التواصل. إذا أعتقد أن الأمر أصبح مشوش بالنسبة إليك. نبقى فقط مع هذا الفصل الإشهاري ثم نستكمل الموضوع ونستكمل أو نشرح أكثر كيف يمكننا أن نشفر رسائل الفيسبوك حتى إذا ما قدر الله وتم اختراق حسابك في الفيسبوك لا نستطيع على الهاكر قراءة الرسائل. ابقوا معي. أوكي جيد، أول شيء سنذهب إلى scrambles.com، ثم بعد ذلك ستنزل قليلا إلى الأسفل حيث ستجد setup browser to scramble. أوكي، ننقر عليها ثم بعد ذلك سننتقل إلى نافذة أخرى، ننزل إلى الأسفل حيث سنجد أن يجب علينا إضافة plugin إلى متصفحنا. فيمكنك إضافته على فايرفوكس، على جوجل كروم، على السفاري، كذلك على مايكروسوفت انترنت اكسبلورر، كما يمكن اضافته كذلك على اجهزة الاندرويد الى غير ذلك، يمكن كذلك اضافته على الايفون والايباد. اذا تقوم باضافة الاكستنشن او البلوجين على حسب نوع المتصفح قبل ان نذهب الى تسجيل حساب في سكرامبلز. طبعا كما اشرت في هذه الحلقة انه يجب علينا ان نكون على نفس الخدمة، لهذا فيجب على كلا الطرفين التسجيل في الموقع والقيام بنفس هذه الخطوات. انصحك بان تشارك هذه الحلقة مع الشخص الذي تود ان تعمل معه محادثات سرية لكي يفهم الحلقة ولكي يفهم الموضوع بشكل جيد ولكي تتجنب يعني تعب الشرح. فننقر على اللوجين جيد، ثم يمكننا عفوا ننقر مرة أخرى على سينا. أوكي،
ننقر على الصينة، ثم نقوم بالتسجيل عبر حسابنا في الفيسبوك. الخطوة بسيطة جدا، يعني لا تحتاج إلى تعقيد. جيد، إذا قمت بالتسجيل، إذا سأختار لوجين. طبعا هو أنا أقوم بهذه الحلقة، هناك خطأ يظهر، فأعتقد أنه مشكل لحظي فقط. جيد، كما تلاحظ معي هو فقط مشكل لحظي. طبعا الآن تظهر لوحة التحكم، وأنا سأشرح لك هذه اللوحة بدون يعني بدون دهشة. أوكي، فأولا لدينا Create Group، فهنا تقوم بإنشاء المجموعات التي تود عمل معها محادثات سرية. مثلا نفترض أنك تريد التحدث مع شخص معين، مثلا سأتحدث فقط مع صديق أو مجموعة من الأصدقاء، إذا سأختار My Friends. أوكي، My Friends Description، This is just for friends. جيد، الآن Owner، Owner You، إذا جيد، إذا سأختار Who is a member، من سيكون أو من تريد أن أو ترغب في عمل محادثات مشفرة معه. إذا أولا يجب عليك أن تختار Only Me، هذا يعني بدون تفكير. أوكي، تختار أنت ثم تختار صديق، إذا Add Facebook Friends، هنا ستختار الأصدقاء الذين تود عمل معهم محادثات مشفرة. طبعا الأصدقاء الذين تود عمل معهم محادثات مشفرة يجب عليهم كذلك أن يكونوا لديهم حساب في سكرامبلز، ويكونوا كذلك مثبتين لإضافة على متصفحاتهم. لهذا قلت في الأول من الأفضل أن تشارك هذه الحلقة مع الأصدقاء. أختار All Friends، أوكي، أنقر عليها، اختر All Friends، ثم هنا يعني اختر الأصدقاء أو مجموعة الأصدقاء الذين تود عمل معهم محادثات سرية قبل أن تختار Save. جيد، الآن سأختار Save مرة أخرى. إذا جيد، لاحظ معي أنني اخترت مثلا محمد زواج، هو الشخص الذي يمكن أن يشاهد رسائل المشفرة، يعني أي شخص آخر لن يستطيع مشاهدة هذه الرسائل، حتى مثلا الستاتيوت أو التحديثات الحائط. أوكي، سأتطرق للأمر بالتدقيق بعد قليل. جيد، يمكن كذلك أن أضيف ليس فقط عبر أصدقاء الفيسبوك، ولكن كذلك عبر الإيميل، أدرس إيميل، يمكن كذلك أن أضيف أصدقاء مثلا على الجيميل وعمل محادثات مشفرة على الجيميل إلى غير ذلك قبل أن أنقر على السيف، طبعا من أجل تحفيظ الإعدادات. طبعا الآن قمنا بتحفيظ الإعدادات، وكما تشاهد معي فلدي Manage Groups، وهنا لدي العديد من الجروبس، وكل جروبس به عدد من الأصدقاء. الآن كيف سأكتب الرسائل المشفرة؟ جيد، الآن لعمل المحادثات السرية، أولا سنكتب m.facebook.com. جيد، سندخل على m.facebook.com، ثم بعد ذلك سنختار الصديق الذي نود عمل معه محادثات سرية، الشخص الذي أضفناه على المجموعة والذي كذلك هو قام ب أو قام كذلك بتثبيت الإضافة وتسجيل دخوله على الموقع. طبعا الآن سنذهب إلى الإكستنشن، ننقر عليها بزر الفأرة الأيسر، ستجد سكرامبل آل تكست، وسكرامبل آل تكست يعني أن أي شيء أكتبه سيتم تشفيره أوتوماتيكيا، فقط محمد هو من سيرى أو يستطيع رؤية ما أكتبه بدون مشاكل، غير ذلك من الأصدقاء سيجدون فقط رموز. كذلك لدي في الأسفل My Friend، يعني الجروبس، فمثلا الأشخاص المتواجدين على الجروب My Friends هم الذين يستطيعون قراءة ما أكتبه، مثلا الأشخاص المتواجدين فقط في الجروب My Group هم الذين يستطيعون قراءة ما أكتبه، غير ذلك الأشخاص الذين لا يتواجدون في هذه المجموعات لن يستطيعوا قراءة ما أكتبه، رغم أنهم مثبتين للإضافة، ورغم أنهم يعني مسجلين دخولهم على الموقع. طبعا في سكرامبل آل تكست يمكن أن أختار كل ما أكتبه يتم تشفيره أو فقط بعض الكلمات، مثلا سكرامبل ماركت تكست. أوكي، نشرح أولا سكرامبل آل تكست. جيد، إذا اخترت سكرامبل آل تكست ثم اخترت الأصدقاء. إذا أي شيء سأكتبه الآن سيتم تشفيره، إذا هلو ماي هلو، أوكي هلو باس، أوكي إذا سند ريبلاي. جيد، إذا كما لاحظت معي تشفر شف تشفير
تمت عملية التشفير، ها؟ إذا هلو بوس، جيد. الآن ما يخص ماركت تكست، يعني أي شيء أكتبه الآن يتم تشفيره، لكن إذا اخترت سكرامبل ماركت تكست، يعني يجب أي شيء أريد تشفيره وضعه بين تو أروباس، إذا هلو، أوكي؟ ثم أختار ريبلاي قبل أن يشفر. عكس مثلا إذا كتبت هلو بدون أروباس فهذا يعني أن لن يتم تشفير، فهلو الثانية المرسلة هي لم تشفر. طبعا لماذا الدخول على mfacebook.com؟ لأنه الإضافة لا تعمل على جوجل كروم، على فيسبوك أو فيسبوك العادي، يعني يجب أن تدخل على شكل موبايل، والشخص الذي يريد أن يتحدث مع كذلك يجب أن يدخل bm.facebook.com. كذلك فيما يخص الستاتيوت فيمكن فالستاتيو يمكن كذلك أن نكتب أي شيء ويتم تشفيره، ولن يستطيع قراءته إلا الشخص الذي سمحت له في المجموعات بقراءته. مثلا سنحاول، أنا أفضل دائما سكرامبل آل تكست، فسأختار مثلا هيلو، أوكي؟ هيلو بالنسبة للأصدقاء الآخرين لن يقرأوا هيلو، أنا الوحيد الذي أستطيع قراءة هيلو، أما الأصدقاء سيقرأون ما رأيت قبل قليل، سكرامبل بلا 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 بلا، أوكي؟ وهكذا تستطيع عمل محادثات مشفرة آمنة بنسبة كبيرة جدا، ستكون يعني كأي شخص محترف يستخدم محادثته الآنية بسلامة تامة. إذا كان لديك أي سؤال أو لم تفهم أي شيء توضح، يمكنك وضع سؤالك، إن شاء الله سأجيبك في أقرب فرصة بإذن الله. إذا ما بقى لي في نهاية هذه الحلقة إلا أن أشير إلى نقطة معينة وأوضح نقطة أخرى، وهي أن الخدمة التي شرحناها قبل قليل هي يمكن تطبيقها كذلك على رسائل جيميل، على كذلك الهوت ميل أو الياهو. فطبعا كما شاهدت معي في الحلقة يكفي إضافة الإيميل حتى تستطيع كذلك ربط اتصال أو ربط اتصال مشفر مع الطرف الآخر. غير ذلك أتمنى لك فرجة ممتعة، وأتمنى أن تكون قد استفدت من موضوع حلقة اليوم. لا تنسى في أي وقت أن تنقر على الزر لايك، أن تضع تعليق كذلك حول الموضوع وحول الفكرة. كذلك إذا كانت هذه أول زيارة لك وأول مشاهدة لك لحلقات رغيب أمين على قناة المحترف، لا تنسى أن تزور مدونتنا الرسمية على www.teacherprofessional.com، العديد من الحلقات، العديد من المقالات. كذلك يمكنك زيارتنا على صفحتنا في فيسبوك، أدخل صفحة خاصة بالإعلاميات وتقنيات الإعلاميات فقط على www.facebook.com/teacherprofessional. في أي وقت كذلك يمكنك تشريفنا بالنقر على الزر سبسكرايب أسفل هذا الفيديو من أجل المزيد من الحلقات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.